كل مكان. بسم الله نبدأ وعلى البركة. أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام، أعلنت انطلاقة الشوط السادس عشر خاص لسن القعدان، والمسافة 1500 متر. شعارات كبيرة ومميزة تحمل لنا قوة التحدي. هنالك الخبر ومحمد بن علي الشهواني من يقدم الخبر بالفعل، وثاني المراكز اسم كبير مستحيل، وعلي بن فالح التواها الهاجري من يقدم لنا اسم الكبير، وثالث المراكز وصل هنالك المتحد، هنالك المتحد وسعد بكخان المريه من يقود، رابع ثالث المراكز ورابع المراكز وصل الفايز وسالم بن ناصر الحفيظ المري، وخامس المراكز اللي تسلل هنالك شاهين وناصر بن سعيد الخاطر من يقود ثالث المراكز وتسلل عينه على المركز الأول، ولكن اختلط الحابل بالنابل. والله شاهين وناصر بن سعيد الخاطر، وهنالك خاطر الناموس وخاطر التحدي، وثاني المراكز هنالك الخبر ومحمد بن علي الشهواني، وثالث المراكز وصل مستحيل وعلي بن فالح بن تواق الهاجري، ورابع المراكز وصل هنالك مبلش ونايف بن محمد بن سعيد آل خديعة. ولكن لنا عودة إلى المقدمة والصدارة، هنالك شاهين وناصر بن سعيد الخاطر. الله ينصرك يا الخاطر، الله ينصرك. ولكن الله 100 متر أخيرة، 100 متر متحدية مع الخاطر بالفعل، وخاطر الناموس وخاطر التحدي شاهين بالفعل. تهانينا لمالك شاهين ناصر بن سعيد الخاطر. المركز الثاني كان من نصيب شاهين وسالم بن حمد اللتهم، والمركز الثالث كان من نصيب الخبر محمد بن علي الشهواني. تهانينا لجميع الفائزين. التوقيت الزمني ساعة وصول شاهين قطع مسافة 1500 متر في دقيقتين 11 و13 جزء. تهانينا لمالك شاهين ناصر بن سعيد الخاطر. تهانينا لجميع الفائزين.